رجعت شفت الوجوه الحلوة، أصدقاء من زمان، خاصة شكران يلي جمعنا برنامج على الام بي سي من زمان يلي هو السي بي ام، جانا تذكرنا أنا وياه على الذكريات. طيب توني، هو أنت صوتك واطي كده دلوقتي ولا أنت بس يعني أنت صوتك في اللحظة دي بس موطي، ولا أنت هتعمل حلقة كده يعني هتبقى حطك علي؟ لا لا، يعني حاسك أهدى من العادي يعني، فاهم؟ فاجأتني بالسؤال صراحة يعني. يعني ما لسه مسألتش يعني. ما كنت متوقع. سافة شكراً، سافة جامدة جداً جداً. شكراً، أول حاجة وحشتينا كلنا. أحمد شكراً. أنت وحشتني قوي. شكراً. مسلسل واك واك 4 شهور في تونس. فعلاً احنا كنا عم نصور مسلسل اسمه الواق. الواق عبارة عن جزيرة بيغرقوا مجموعة بسفينة وبيطلعوا على هي الجزيرة بيبنوا مدينة من أول وجديد. فكان 4 شهور تصوير في تونس في منطقة غير مأهولة وبحر غير مأهول، يعني ما في دعسات بني آدمين. تعبنا كتير بس العمل كتير حلو، كوميدي، بس الكوميديا يلي بتقدر تقول من وراها بدك تفكر ومن وراها بيشرح حال العالم العربي هلأ. سافة جامدة جدا، شكرا يا جماعة. توني كتبتي ايه؟ هنشوق. لا ما تقوليش كل حاجة تظهر هنا على الشاشة. يا لهوي يا فتحتي. بدي انا اقراهم او الجمهور يقراهم؟ ده يعني انت كاتب الجمهور كيرسي كاتب اشوري باللغه الاشوريه يعني، فاهم؟ طيب اقرا لي اول كلمه عشان حيط الديوريت ما بعرف اول واحده ايه. حبيبي ولا على باله. حبيبي ولا على باله. اوكي 3 دقات. اوكي. يا عيني يا عيني الجبل باين يا عيني شو هاي يا عيني يا عيني الجلي يا ليل صح تبع 20 وحبيبي شو ها يا غايب يا غايب يا غايب تعال يا عاتب اوكي هوا 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 طلعت هوا هوا استنى ايوه اسيني استنى استنى اسبرين استنى استنى طيب توني توني ايه اللي صح من دول 1 2 3 4 5 شكرا بليز ما اسمع استنى 7 نقط لتوني برافو سافة جامدة جدا كيف فيكي؟ كيف فيكي؟ نشوف دلوقتي شرحه عطية. كأنك خدت الدايرة حطيته هنا. نشوف عطية كتب إيه؟ بص. حكوا على إيه؟ بجد الخط جميل جميل ولاعة؟ أنت كاتب ولاعة فوق؟ ولا على باله ولا على باله 3 دقات 3 دقات يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل على فكرة دي اسمها ليل القديمة مش يا غايب تعالى يابا ما تعالى ماشي يا غايب تعالى وهوا هوا 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 استنى يا نمس استنى ايه؟ استنى يا نمس استنى يا نمس شمس استنى يا نمس استنى يا نمس يبقى 7 نقط عطية برافو عطية على فكرة كلنا 7 كلنا 7 في اغنيتين فلتوا طب انت عارف انت عارف الاغنيه اسمها ايه اسمها سهرنا يا ليل ايوه ايوه ما انا قلت لك اقول اللي انا فاكره انت قلت استنى يا شمس استنى شمس مين انا كاتب اسم انا عارف الاغنيه انا كاتب الاسم ويفكرني باغنيه انا يعني فاهم انا افتكرت انا اللي هقرا ماشي طيب على استنى بالنيه يعني طيب كريستينا تعال شوف كريستينا كتبت ايه لا بس دياب. وسط الترتيب ان شاء الله كريستينا بص عمرو دياب عمرو دياب مين عايزين اسامي الاغاني ده انا ما لحقتش طب ما هي دي اللعبه ان احنا ما نلحقش يعني طيب عمرو دياب انسى 3 دقائق يا شيرين شيرين يا عيني يا ليل شيرين يا ليل شيرين يا غايب هوا بس كتبتها هوا الحب يعني الغرام مش هوا هوا اوكي رامي عياش واليسا برافو كريستي كثير تعبت 4 نقط لكريستينا سافة جامدة جدا. هيثم يلا هيثم مرني شوف هيثم كتب ايه ولا على باله 3 دقات يا عيني يا ليل يا ليل يا غايب تعالى هوا هوا يلا نرقص 7 نقط لهيثم برافو هيثم حصل العادية الصفحة ما بتساعد شكرا انا حاسك بتكتبي من قبل ما نسمع الاغاني ابدا ما اعطاني صح طيب هنشوف شكرا كتبت ايه ما عم ينقلوني صح حبيبي ولا على باله 3 دقات يا ليل يا ليل تاني 51 ليل يا عيني
معلش ما تحسبوها ما ما لا هحسبها لك هحسبها لك. طب ايه شهر شهر زياد اللي مكتوب على الشمال؟ لا لا سهرنا يا ما كملت معي يا ليل ما في قرنه. اوكي ويا غايب ويلا نرقص كمان سبعة احسبهم لك سبعة سبعة جامدة جدا شكرا. ركز عطية فشلت انا في الجولة كتب ايه؟ كتبت ارقام هو جاب انت كاتب واحد اتنين تلاتة فضيحة مؤدب مؤدب ارضى بالنصيب. طيب ماشي يعني واحد اتنين تلاتة فاضيين اربعة ايه؟ ايه دي؟ ارضى بالنصيب ارضى بالنصيب دي ارضى؟ يعني ايه النصيب؟ انت راضي؟ يعني ايه بالنصيب؟ هو ارضى بالخاطر مش بالنصيب ماشي ارضى بالنصيب شكرا تعالوا نشوف شكرا عملت ايه؟ شو عملت؟ لحمة بعجين شو هو طبق اليوم اسمع قلبي وشوف ده لا 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 قلبي مفتاحه قلبي مفتاحه لا لا قلبي مفتاحه يا حبيبي دوسي وقولي قلبي مفتاحه برافو كريستينا انا انسحب انا مسابقه بتروح مني والله العظيم كسرت الهاي وفي المركز الاول كريستينا ب 28 نقطة في المركز الثاني شكران ب 26 نقطة في المركز الثالث هيثم ب 16 نقطة تاي تاي توني ب 13 نقطة محمد محمد عطية فين يا جماعة؟ هنخرج بره ب 13 نقطة الباقية في حياتك ابقوا تعالوا كل يوم يا جماعة هي المسابقة دي ما فيهاش رجالة بتكسب لا بعرفك ولا بتعرفيني لسه جاي لا بعرفك ولا بتعرفيني قبل ما نطلع فاصل ونروح للتحدي الثالث شكران بقت في المركز الأول ب 42 والله قد إيه هون قد إيه مكتوب 140 25 الأغنية الخامسة بتعبي ومجهودي الثلاث كلمات هما إحساسي عاشق لموني الليل إحساسي غريب عاشق لا ثانية هي اللي هتقول هي اللي كبست ها اللي كبست قولي بضميرك بتعرفيها للأغنية؟ بضميرك قولي لا 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 لو عندك ليلى شو احساسي غريب ليلى شو احساسي غريب مين بيغنيها؟ الليلى محمد حمدي الليلى احساسي غريب عاشق مين بيغنيها؟ مين بيغنيها؟ إذا بتعرفيها بتعرفي مين بيغنيها بالظبط طب أنت ساعديني لو قالت كاظم الساحر اه يلا كاظم الساحر أنا برأيي العلامة بالنص طيب بص يا شكرا ما أنت دلوقتي لو حد كبس ما تقوليش لأن أنت لما قلتي هي ساعدتيها عرفت. لا لا لحظة هي معها حق أنا ما بتذكر مين بغنيها بس عرفت الأغنية أنت عرفتيها لأني قلتها ما حدش يدوس غير لما يبقى عارف طيب أنت عارف أنا رح دوس شكرا رح تقلي جاوي أوكي خلاص يلا